قال أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار ذراع العارفين تسيبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إذا قضى أمرا فإنما يقول لا كن فيكون. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى ليلتنا تبنى من قبل أن تبنى. إذا قضى أمرا فإنما يقول لا كن فيكون. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا علم من قرات قريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بكفر التغايده مركز سته غربيه فضيله الطارق الشيخ محمد سامي الدغيدي قارئ القران الكريم بوجود مصر العربيه والعالم الاسلامي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نزلا من الغفور الرحيم نزلا من الغفور الرحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن قال مما مما دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا ومن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاك إلا الذين صبروا وما يلقاك إلا الذين صبروا وما و
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وبالآيات الله
ومن آياته ومن آياتك الليل والنهار ومن آياتك الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه والشمس والقمر لا واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له صدق الله العظيم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له
فإن استكبر فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ومن آياتك أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت
اهتزت وارت
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إلا بما تعملون إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإن لكتاب عزيز وإن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيك الباطل لا يأتيك الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. استمعتم يا سادة إلى آيات الله البينات تلا علينا خطيب القارئ الشيخ محمد سامي الدريدي
قارئ القرآن الكريم بالمصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بقبر التغيدة مركز زفتة غربية على عدد مكافات الصوت والإنهار الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الباشمهندس طارق السيار المقيم بزفتة غربية شارع أي المحل المحل متعدد أحياء جميل حفلات والليالي الدنيا تحت إدارة الباشمهندس طارق السيار المقيم بزفتة غربية شارع الحي العالي. أيها السادة المعزيين تتقدم عائلات أبو يوسف جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من وسام في هذا العزاء لا الشكر والتقدير. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.